بعتقد أول شيء أنه هذا مؤتمر مهم وضروري ويعني متأخر إلى حد ما. أنا بعتقد الإعلام الإماراتي بحاجة لمؤتمر من هالنوع، وخاصة لدعم تمكين المواطنين في وسائل الإعلام، لأنه هذه مسألة كتير مهمة. ما في يكون عندك، ما في دولة يكون في عندها وسائل إعلام مواطنين مش بالقياداتها. ولكن هذا دونه عقبات كبيرة، بدأ لحل هذه العقبات بحاجة لمواقع دراسية مثل هالمؤتمر هيدي لحتى نقدر نحن نحدد كل عقبة شو حلها وكيف ممكن نحط خطة لحلها. الإعلام هو بالدرجة الأولى يعني صناعة شخصية، صناعة تعطي من ذات الشخص، من ذات الإنسان. بعتقد اللي يجب أن نعمل عليه كلنا من خلال تمكين المواطن الإماراتي في وسائل الإعلام إنه نشتغل على الشغف الإماراتي للإعلام، و التفضيل تبعه هو انه هل انت ايها الشاب الاماراتي بدك وظيفه ولا بدك تكون اعلامي؟ بدك تشتغل 24 ساعه بمعاش اما براتب معين، ولا بدك تشتغل من البنك من 9 ل 2 وتروح على البيت؟ المهنة الإعلامية مهنة ظالمة إلى حد ما، ولكن تحمل وجه نبيل جدا. هذا الشغف لازم يكون بذاته للشخص لحتى يقدر ينجح بعمله الإعلامي. يجب أن نؤسس في الشاب والشابة الإماراتية هذا الشغف. الإعلام الاجتماعي ما عنده مساقات مخصصة بذاته، ولكن بكل المساقات اللي نحن منعلم فيها في كلية دبي للإعلام هناك جانب اجتماعي بيقدروا التلاميذ ينفذوا أفكارهم في الإعلام الاجتماعي فيه. يعني هناك مساق خاص بالإنتاج، كل الانتاجات اللي بتطلع منه بنسميها نحن PSA Public Service Announcements، اللي هو بالنهاية جزء أساسي من الإعلام الاجتماعي الموجود في وسائل الإعلام.